الرسم البياني يستخدم. دعنا نرسم عدة رسومات مسافة وزمن. زمن الوصول والرحيل لقطار في ثلاث محطات A و B و C. مسافتها من المحطة A معطاة بواسطة تسجيل نقط على الرسم باستخدام مقياس رسم مناسب. نحن نحصل على رسم مختلف الشكل، بالمثل المسافة المقطوعة بواسطة شخصين عند زمن مختلف. عندما يرسم نحصل على رسمين. الرسم الأول زمن يستطيع أن يمدنا بمعلومات عن الحركة، فمثلا إن المسافة المقطوعة بواسطة عربة في زمن محدد معطاة من الرسم البياني المسافة والزمن. يمكننا تحديد مكان العربة عند أي لحظة، فمثلا بعد 33 دقيقة ما هي المسافة التي قطعتها العربة؟ لتجد هذا ضع علامة على النقطة التي تطابق 33 دقيقة على محور X، واسقط عمودا فيها على الرسم. العمود يقابل الرسم عند نقطة محددة مقابلة لهذه النقطة. المسافة على المحور Y تعطينا المسافة المقطوعة بواسطة العربة بعد 33 دقيقة من الرسم. نستطيع أيضا أن نحسب سرعة العربة. دعنا نعتبر جزءا A P من رسم المسافة والزمن. ارسم خطا موازيا للمحور X من النقطة A وآخر موازي للمحور Y من النقطة P. هذان الخطان يتقابلان عند النقطة C لتكوين المثلث A P C. الآن 2 T ناقص 1 T تساوي A C، واثنان S ناقص واحد S تساوي B C، وبالتالي السرعة V تساوي اثنان S ناقص واحد S على اثنين T ناقص واحد T. الآن دعنا نعتبر رسما للسرعة الزمن لجسم متحرك بسرعة ثابتة 40 كيلومترا في الساعة. نحن نستطيع أن نحسب المسافة التي يمر بها الجسم بين زمنين T1 و T2. ارسم عمودا من النقطة المقابلة لT1 و T2. العمودان يحتويان على مستطيل A B C D. الضلعان A B و C دي يساويان T1 و T2، والضلعان A C و P D يساويان السرعة 40 كيلومترا في الساعة. المسافة S تساوي السرعة مضروبة في الزمن تساوي 40 كيلومترا في الساعة مضروبة في T2 ناقص T1 التي تساوي مساحة المستطيل A B C D. إذن المساحة تحت الرسم السرعة إلى الزمن تعطي المسافة المقطوعة بواسطة الجسم. بالنسبة لحركة عربة معجلة بانتظام، فإن الرسم البياني السرعة على الزمن يكون خطا مستقيما. من هذا نستطيع أن نستنتج علاقة بإيجاد المسافة التي يتحرك فيها الجسم تحت تأثير عجلة منتظمة. عند الزمن T1 السرعة تكون U، وعند الزمن T2 تكون السرعة V. المسافة المقطوعة بواسطة الجسم تعطى بمساحة المستطيل